السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج توضيح، ويعني اليوم نتكلم عن بعض الأشياء التي يسأل عنها بعض المتتبعين، وأسئلة تتردد حول الشب، حول استعمال الشب، نسمي في المغرب الشبة أو حجر الشب، هذه الآلة، وهذه من الأشياء الطبيعية التي الآن أصبحت تستعمل في التطهير، وخصوص تستعمل يعني كمزيل للعرق، يمكن كثير من الناس يستعملونها. هذه الحجر الشب كان دائما موجود، لأنه يعني أحجار طبيعية تستخرج يعني من باطن الأرض، ومن جملة الدول العربية المنتجة للعرق هي توجد في كل الدول، يعني ولكن توجد بكثرة في سوريا وفي المغرب، هذه الشب توجد كذلك في دول أوروبية ودول أخرى، ولكن هذه سوريا والمغرب عندهم كمية كبيرة من حجر الشب. هذا كان يستعمل، طبعا الناس يعرفوا بأنه كان يستعمل في صناعة الصوف، يعني في دبغ الجلود، أو يعني تعالج الجلود بالشبة لكي لا تعطي رائحة كريهة ولكي لا تنتن، يعني قبل الدباغة، يعني كانت تستعمل قبل الدباغة وتستعمل حتى مع الدباغة، وهي يعني تطهر وكذلك تبيض، يعني تعطي لون أبيض للصوف وللجلود والآخر، هي منظف، تستعمل كذلك حتى لتطهير المنزل، ممكن أن تستعمل. الآن أصبحت يعني تستعمل لإزالة يعني العرق، يعني تحت الإبط أو يعني في الجسد إلى آخره. فهناك نوعان من الشب، النوع الطبيعي الذي يستخرج من يعني كحجارة، يعني كمعدن، هو سلفات البوتاسيوم والألمنيوم، هو معروف هذه السلفات البوتاسيوم والألمنيوم، ولكن ولو أن يعني التركيب الكيماوي هو سلفات البوتاسيوم ألمنيوم سلفيت، هذه ولكن في الألمنيوم قليل جدا، يعني نسبة ضئيلة جدا، يعني ما يعني حسب البحث العلمي وحسب الأشياء التي بين أيدينا ليس فيه خطر كبير. لكن هناك نوع من الشب اصطناعي الآن أصبح يصنع، وهو الشب الذي يحتوي على الأمونياك، على مكون الأمونياك، وهذا مكون الأمونياك طبعا شيء مضر، لأن الأمونياك من داخله في لائحة المسرطنات، الأمونياك والأنيدريد، أنيدريد الكبريت إلى آخره، هذه النيترات، هذه أشياء داخله في المركبات المسرطنة، رغم أن اللائحة التي لدينا، لائحتنا نحن، فيها مواد مسرطنة كثيرة جدا التي قد لا توجد في بعض اللوائح الأخرى، لأن عندنا لائحتنا الخاصة في المواد المسرطنة. لما نقول مسرطن فمعنى أنه تم يعني التأكد منه وتم تجربته، ثم حتى الدراسة الفيزيولوجية والبايوكيماوية، يعني في الجسم نعلم هذه الجزيئات ماذا تفعل مثلا داخل الجسم، مثلا معروف هذه المسائل، لأنها تعتبر من الجذور الحرة القوية، يعني جميع الأشياء المؤكسدة، يعني التي تؤكسد بقوة، من البرومايد، من السلفايت، من النيترايت، من الأشياء هذه أشياء لا يعني لا يشك في يعني في خطرها. فهذا الشب ممكن أن يستعمل إذا كان طبيعي، لأنه أشخاص يعني الحمد لله، ونشكر كل المتتبعين الذين يعني لديهم ثقة فينا وفي يعني في هذه الأشياء، ونحن لا نتحمل مسؤولية يعني أمام القانون، نحن نتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، فحساب الله أصعب ويعني أكثر من القانون. فهذه المعلومات يعني لا يمكن نتحرى فيها أولا تقوى الله، قبل أن نتحرى الجانب القانوني، وعلي الجانب القانوني درسنا، نحن درسنا القانون ليميت لهذه الأشياء، يعني درسنا القانون كذلك وليس العلوم. فالشب يستعمل إذا كان طبيعي، هذه الأحجار هناك عليه الآن السوق يوجد فيه النوعان، ولكن فليحذر الناس الشب الصناعي، الشب الكيماوي الذي يحتوي على الأمونياك هذه. أما الشب الطبيعي ولو أن يعني التركيب الكيماوي في ألمنيوم، يعني هذه لا يعني ليس فيه خطر، لأن الشب استعمله الإنسان منذ وجوده على الأرض، وهو من الأحجار التي توجد في الأرض، يعني خطرها قليل جدا، ضئيل جدا، يعني هو أحسن من كثير من مواد الكوسميتيك، أحسن بكثير من المواد الآن الصناعية التي تستعمل في الكوسميتيك تزيين عليه، يعني هذه الأشياء التي أصبح الناس يستعملونها، ف يعني ليس لدينا تحفظ، يعني لا مانع يعني من استعماله، وكذلك ليس استعمالات يعني للجسم، ليس يعني كمزيل للعرق أو كمطهر للجسم، أو عليه هو يستعمل كحابس للعرق وليس كمزيل للعرق، يعني هذا ف لا أظن أن مشكل. هو تحت الإبط هناك بعض الفتحات
الجسم عنده فتحات، يعني في الجسم عنده فتحات، يعني هذا في الطب الصيني الناس يعلمون هذه الفتحات في الجسم، وهذه الفتحات هي تدخل بعض الأشياء السامة، تدخلها هذه الأشياء. حتى يعني الثياب الداخلية للنساء يجب أن لا تكون يعني ثياب كيماوية، يجب أن تكون ثياب طبيعية، إما قطن إما صوفنا أي شيء، المهم أن تكون طبيعية، لأن هذه الثياب التي يعني تكون متصلة مباشرة بالجلد يجب أن تكون طبيعية، لأن هناك نساء عندهم حساسية وعندهم أشياء خطيرة أتتهم من ثياب داخلية التي يستعملونها، وهي ثياب يعني فيها كيماويات وربما تعالج ببعض الأشياء الخطيرة من الفلورايد، لأن الأشياء التي لا تترك الماء ينفذ هي معالجة بالفلورايد، ومكونات الفلورايد هذه مكونات يعني خطيرة جدا. شيء يعني هذا يعني تكلمنا على الفلورايد الصوديوم، تكلمنا على برومايد الصوديوم، برومايد البوتاسيوم، هذه الأشياء كلها تكلمنا عليها، يعني هذه الكيماويات هذه. فيجب أن يحسن الناس استعمال هذه الأشياء فقط، لا أظن أن يكون إن شاء الله أن يكون هناك مشكلة، لا يكون استعمال مفرط، لأن هذا الشب يكون يعني يمتص الماء بسرعة وبكثرة، فعلى الأقل لما تفتح هذا الشب، لما يفتح يجب أن لا قبل الاستعمال يجب أن يمسح، لأن يكون يأخذ يعني الماء من الهواء، وربما يكون عليه أشياء هكذا يعني سائلة، فلما يستعمله الناس للجلد أو لشيء حاجة فربما تكون كمية كبيرة ربما تنفذ إلى الجلد، لأن البحث العلمي كيبين على أن الألمنيوم مثلا ينفذ من الجلد، الألمنيوم وكثير من المكونات التي تنفذ من الجسم، ولذلك يعني علي هذا السؤال نتمنى نكون جاوبنا عليه بكل بساطة، فهل والجواب نعم أم لا، ولكن نحن لا نقول نعم هكذا، لكن نقول نعم مع تبريرنا العلمي وما لكي يطمئن الناس لكي لا يبقى الأخذ والرد، يعني الآن ولا التشكيك في كل شيء، يعني كل المعلومات الأشياء التشكيك ولا أصبح في كل شيء، ولكن جميع الأشياء التي لم نقل رأينا فيها فيجب أن لا يتحفظ فيها الناس إلا أن نتكلم فيها، لأن لا يمكن أن نسكت على خطر في بعض المواد. وهناك من يقول يعني هناك من يقول العكس، يعني لا تستهلكوا الفول السوداني، لا تستهلكوا البصل، لا تستهلكوا هذه الأشياء، وهذه أشياء لا أساس لها، وهذا الأشخاص هذو ليس لديهم مختبر ولم يمروا من البحث العلمي ولا يعلمون أي شيء على البحث العلمي ولا يعلمون أي شيء على صحة الناس، هذا الأشخاص يسجلون هذه الأشياء لكي يحصلوا على لايكات وعلى نسبة المشاهدة عالية ولكي يعني يحصلوا على بعض الأموال بطريقة ملتوية، ويعني تضليل المواطن، تضليل المواطنين، وهذا شيء لا نقبله، وأشياء هذه أشياء نحاربها، يعني يجب أن يتوقف الناس عن هذه الأكاذيب وهذه الأشياء. فنحن هذا البرنامج توضيح هو البرنامج الذي سيفضح جميع الشبهات وسيفضح جميع الأكاذيب التي تصل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المستهلك عبر الواتساب ولا عبر الفيسبوك ولا الانستغرام ولا تويتر ولا أي حال. المهم إن شاء الله سيكون لنا قول فصل في جميع المواد الآن التي تصلنا، على الأقل التي تصلنا، نحن نعلم الأشياء التي تستعمل، لا زال ليس يعني هذا توضيح، يجب أن نبقى مع هذا البرنامج يعني ليس بسرعة، ولكن كلما ظهر شيء هكذا وعم التشكيك فنحن نفصل فيه هذه الأشياء إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.